مرحبا. اهلا عسلم. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. تسمع كل الحمد لله عنا نحن الحمد لله. الحمد لله شخير من الحمد لله. بالطبيعة لا هو الحمد لله ثم لا ثم تتقال هكاك وفما القناعة كي تبدا فاهم روحك وفاهم شكون الله هذا تفهم فاهم إلهك تفهم إيش معناها الحمد لله إذا ما تخرج من أعماقك إذا ما أحسن فهمتها هاي. هذا اللي يقولها هكاك ما يصيرش. اسمعني اسمعني. الحمد لله على كل شيء. طيب احنا في الارض شنو ما متعلق بينا رزق وكذا كذا هذاك علاش معناه هو اللي يتحكم فيك كي تبدا فاهم الساعه شنو معناها الرزق وشنو معناها الرزاق تو تفهم امورك تفهم حياتك تو تجيك السعاده واحده واحده فهمت. تو احنا شنو عندنا ايه نقراو فيها وفي السماء رزقكم وما توعدون هكا ولا لكن فهمتني نقروا الايه ذيك وكهو لانه في السماء رزقك مش في الارض فهمتها. كل شيء في الارض احنا نتكاثر ونعيش وكل شيء في الارض لكنه الحاجه الوحيده اللي في السماء اللي تهبط اللي بيد الخالق حتى واحد ما يتدخل فيها لا رئيس دوله لا حتى حد هو الرزق فهمتها. يقولوا الصحابه قبل يقول علمت ان الله رزاق فاطمأن قلبي فهمتها. معناها القلب يكون مطمئن كي تعرف اللي الخالق هو الرزاق معناها حتى واحد ما يوقف لك رزقك لا انس لا جن لانه كل شيء بيد الله فهمتها. باه وفي السماء رزقكم وما توعدون ما هكا ولا لكن كي تكملي الايه وقتها توقع وقتها تفهم الحقيقه بالحق فهمتها. باهي لا اله محمد رسول الله. ربي يقسم بكل شيء قسم بالفجر يقسم بالتين والزيتون يقسم بالليل بالنهار بكل شيء لكن باش يقسم بجلالته هو ذي في مواضيع في في, في, في ايات نادره فهمتها. اقسم بجلالته هذه شنو معناها؟ معناها راهو الامر عظيم هذاك اللي قال ايش يقول ربي يقول في السماء رزقكم وما توعدون فهمت. ومن بعد اقسم بجلالته ورب السماوات والارض انه لحق كما تنطقون فهمتني الايه هك فهمتني معناها شو اقسم معناها اقسم لك بجلالته انه راهو حق هذاك راهو الرزق راهو بيد الخالق ما تخافش ما تخافش فهمتني. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وهكا ولا لكن نكملها الايه اللي هي نغطوا فيها احنا نوصلوا هكا ونوقفوا الايه اقوى من هكا فهمني. كمل الايه تعرف ايش معناها؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. الزواج رزق المال رزق الاولاد الصحه رزق فهمتها. والله يعلم وانتم لا تعلمون ساعات تقول العلاقه هي فشلت خاطر الله يعلم وانتم لا تعلمون. هنا لازم تكون هذيك تخاف بالك سعيد وفرحان وتغدرك وكذا وتقول ليتني لانك عبد صالح ربي جنبك كيك فهمتني جنبها لك خذ الامور هذه لان الله يعلم وانتم لا تعلمون فهمتني. بطبيعة كل شيء بالمكتوب يا بنتي احنا نلخصها كل شيء بالمكتوب لا لا كل شيء ما عند الله مش معناها خاصة الرزق والحكايه هذه ما تخمش فيها ما تدخلش فيها فهمت. الله يعلم كل شيء وإذا كان جاك شر ولا خير راهو لصالحك أنت اقتنع يا ابن آدم يا بشر راهو لصالحك أنت فهمت. العباد ما يقتنعوش إيه هو إله الساعة يتبع فيه لك هو عارف شنو معناها الرزاق لا إله إلا الله وكا هو ما عارف شنو معناها لا إله إلا الله فهمتني. ماهوش فاهم هو كاكا يعبد فيه هواه ماهوش فاهم الله هذا اللي فهمتني. لا افهم ادخل افهم في الحكايات هذه تو يطمئن قلبك وحدك وحدك فهمتني. المرأة فهمتني مع هذاك رزق صحتك انا يعني قلت لك صحتك رزق كل شيء راهو رزق هذاك من عند الله وهذا راهو حتى واحد ما يمده لك راهو من عند المولى لكن تبتلى ساعات العباد بالاعمال نبتلاه بالاعمال فما حاجات تنحي الرزق الفساد والفواحش والكذا تقلل الرزق هذه الامم فهمت. وراي ساعات امه كامله تترزق على واحد راهو وامه كامله ساعات تتعاقب على عمل واحد خايب فهمتني. ساعات واحد يبدا شخص ينجس امه كامله بالعمل بتاعه الخايب فهمتني. وساعات واحد زاد تتجاز عليه دوله كامله على واحد مصلح راه ما تدريش عليها فهمتني. نعم صحيح الباهي والخايب في كل بلاصه الباهي والخايب في كل بلاصه احنا شنو احنا رانا نحب نذكروا بعضنا ونفهموا بعضنا بحاجات فهمني بسيطه انا وبعضنا في موسى في عهد موسى عليه السلام المطر منعت على القوم فهمني 7 سنين قحط جفاف قالوا له يا موسى انت كلم الله شوف لنا حل يعني نقولوا احنا بلغتنا الدارجه فهمت. لا موسى فهمني باش ينجي ربي قال له فيك فما واحد من امتك راهو معاصيني بالمعاصي 7 سنين هذاك علاش منعت عليكم المطر وما تلواش المطر الا ما يخرج هذاك من الصف نقولوا احنا. رجع موسى عليه السلام قال لهم راهو فما واحد فيكم متجاهل ربي بالمعاصي يخرج على الصف فهمتني. سخين عرف روحه وجدت ما قدام العباد وكذا باش نخرج نبان انا هو فهمني. قال بينه وبين نفسه يا ربي استرني توا استرني من هالموقف هذا وسي تو نتوب وكذا كذا. هما هكاك مازالوا ما خرجش حتى واحد ولت امطار وكذا والدنيا في خير ولاباس
قال له يا ربي ما قلت لنا فمني يرى فما واحد هاو ما خرجش حتى حد وامي ولت مطر. قال لهم فمني انا استرته وهو كما نقولوا احنا عدوي فما بالك توا وهو استغفرني فهمت. هل سكوت كراو ساعات ما احنا ما عادش نفهم ولينا دخلنا في امور واحد مع واحد يساوي سنين ولينا نتبعوا في الناس جهله كفار وكذا. والله رزقك عند ربي صدقني لا ينحيولك لا نازع ولا زيد ولا عمر ها نقول لك انا من الاخر راهو رزقك عند ربي وكل شيء مكتوب لك عند ربي ونصيتك عند ربي وعمرك واجلك كله عند ربي فهمتني. دونك احنا كتوانسه وكمسلمين والله لا نخاف ولا عندنا مشاكل من الحكايه هذه فهمتني. المراه الحبيبه اللي مشات تمشي تزمر على روحها هاي ما هو ذاك هو رزقك مع مشيها فهمتها. اللي يحبك راهو زاد رزقك بعد يقول لك ربي محبه الناس زاد رزق ما عند ربي هاي القبول رزق ما عند ربي كل شيء رزق ما عند ربي ماشي تسيبك هيك فهمتني. ماهوش الله غافل عما تعملون لا بالعكس فهمتني. اي شكون يخاف على رزقه يا بنتي هاني قلت لك انا هو نعطيه انا ايه فهمني. احسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. خاف على رزقك خاف على رزقه هي وكي ربي يكتب لك في نهار وليله تولي فقري تولي فقري وينجم الفقير في نهار وليله ربي سبحانه يرد غني يرد غني قادر على كل شيء من صفات. هاني قلت لك انت اعتقادك شنو انت ما عندكش اعتقاد بالله اصلا فهمتني. راجع روحك وعاود وافهم الساعه شنو معناها الله افهم الهك هذاك اللي تعبد فيه هذاك شنو بالضبط. وقت دي تفهم كل شيء وتوليك الحياه صدقني سهله تولي الحياه في خدمتك والله ما تولي الحياه في خدمتك تولي حتى هكا مرتاح والحياه اللي تخدم فيك. وكي تبدا مخك بالفلسفه تحكي فيها انت هذه تولي انت تخدم الحياه وتدري ما تلحق وتقعد تدور دور دور كالصباع في الصحراء وما تعمل حتى شيء فهمتني. وين سوى علاقتهم بالدين؟ بكسكت ما عندهمش دين دينهم المال لا هي ونحكوا الواقع لا اسمع ما نكذبش ليه مختير اللي تحكي فيه يا بنتي الا ما رحم ربي. فما كعبات هذوكم اللي عندهم الدين ما نحكوش عليهم نحكوا احنا بصفه عامه وانسى لا علاقه بالدين هاو نحكوا بالواقع. الههم المال الههم الجمال النساء مفهوم اخر حوت ياكل حوت هذه هي اللي عندنا هاي. يكون جا فما الدين تحكي عليه انت تلقى مسني بات البرة تلقى واحد ما عندوش فلوس تلقى واحد مهان تلقى واحد محقور تلقى واحد فهمني يجي يقول لكم يا نساء رانا ما لقيناش الزوجه كلها ما تخزرلوش وتلقى لاباس عليه فهمني هو المتمتع بكل شيء. انت وين تحكي فاش قاعدين نحكوا تحبوا نكذبوا ولا تحبوا نحكوا الواقع هذا الحقيقه. ومش كان احنا بركه لو اغلبيه الدول العربيه الكلنا بعد على الدين هذاك علاش احنا فهمني عندنا كل شيء وامه غوثات كغوثات السيل خاطر ما عندناش الدين. وكان جينا عندنا الدين رانا كيما قبل بعزه ورانا نحكموا في العالم كامل. اما علاش احنا مهانين ومذلولين فهمتني؟ هاي خاطر ما عندناش الدين، احنا البنك الدولي ناقص كم يعطينا بالكف، والفلوس اللي عندنا اربعه فهمني دوفيز يجيبونا على الاقل جماعه البرة جايبين لك اربعه دوفيز المقيمين بالخارج باش يعاونوا فيها دولتك نعملوك احنا نمدوا فيها من الفنانين ونمدوا فيها من الزمبليتات، باش قاعده تحكي؟ رمضان كامل يجيك مع بعد المغرب ويعمل لك فهمني الحفلات في تونس، عباره قال لك ما تمشيش للتراويح برا امشي للزمبليته والكذا، انا ودي تحكي عليه. هي انا ودي تحكي عليه وانت واحنا الاعمال بتاعنا فهمني من بعد نجي نقولوا يا ربي فك المساجد نبدا ندعو يا ربي انزل علينا السماء ولا تجعلها مدرارا واجعلها مدرارا انت باش باش ينزل عليك السماء يا حمد ربي اللي احنا بالحق اللي حمد ربي اللي تعدت علينا بالايامات باهية وقاعدين نشموا في الهواء خاطر الفعل بتاعنا مش تاع شوف العراء والقراء والواحد بتاعك انا ودي تحكي لي عليه شنو الدين اللي تحكي لي عليه. خلي لك كلمة الختام. كلمة الختام مش نقول لك ما عندناش دين ما نكذبش في تونس رانا ما عندناش دين وفي اغلبيه الدول العربيه رانا انسلخنا من الدين وهذه سبب همنا وماساتنا كي تنسلخ انت ماك الاعز حاجه عطيها لك ربي تولي غوثات كغوثات السيل كيما الالف نعجه فهمني يسوق فيهم كلب وراعي فهمتها الف نعجه يسوق فيهم كلب وراعي ود والعالم الكل وهو فهمني يسخسخ فينا وينحينا في ثوراتنا وفي ثروتنا واحنا حالتنا منهكه علاش؟ لانه ما عندكش الدين، العزه راهي بالدين، ما دامك نحيت العزه التاج اللي فوق راسك نحيته شكون باش يقدرك يا خي؟ وكاو نصيحه هذيك هي لو لو يا نصيحه تقدم والله اش نقول لكم النصيحه اللي باش نقدمها انا كي نولوا امه تؤمر بالمعروف وتنهي على المنكر توا فهمني وقت تولوا احكوا قولوا رانا خير امه خير امه اخرجت للناس، ما دام ماناش قاعدين ننهوا على المنكر وماناش نامروا بالمعروف رانا امه كيما الامم الكل. راو احنا وبنو اسرائيل والمسيح والكل رانا كيف كيف خاطر ماكش قاعد تنهي على المنكر وتامر بالمعروف فهمتني. وابدا بالمعروف والمنكر الساعه من دارك ومن بعد احكي على الشارع والسلام.